الاستاذ خالد يوسف كلنا عارفين اللي حصل له. مرتضى منصور اي وقت لو شيخ الازهر غض جورج بوش لما قال لك دي حرب صليبيه. السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ بصراحة أنا عايز أفكر كده معاكم شوية بصوت عالي. بص، تقنعني أو أقنعك، ظهر في الفترة الأخيرة علينا الأستاذ أحمد طنطاوي أو المستشار أحمد طنطاوي عاوز يترشح لرئاسة الجمهورية. بدايته لما شفناه خالص كان في موضوع تيران وصنافير. لما كان بيتخانق مع رئيس الجمعية الجغرافية بسبب تيران وصنافير، زي ما انتوا شفتوا كان هو والاستاذ خالد يوسف. طبعا الاستاذ خالد يوسف كلنا عارفين اللي حصل له. بصوا يا جماعة، المعارض ده اللي بيعترض على حاجة وبيقول انا عندي حل 1 2 3، السيد احمد طنطاوي عاوز يظهر ان هو معارض بس فقط ليس الا. لكن انا شخصيا لا احب الرئيس ولا اثق في ادائه ولست راضيا عنه، ده حقي ببساطة كمواطن مصري قبل ما اكون نائب. وده نفس اللي كان بيحصل من المستشار مرتضى منصور ايام حسني مبارك. مفيش اي حلول، ما قدمش ولا حل، هو عاوز يظهر ان هو معارض بس. فمن الواضح جدا ان هو تبع النظام المصري، وزي ما قلت قبل كده ناس كتير جدا ما عندهاش اعتراض على رئيس السيسي، وقلتها قبل كده وهقولها تاني، لان احنا لو سيبنا الحبل للجيل الجديد هيجيب محمد علي وغيره يمسكهم الحكم، ولو سيبنا الحبل للجيل الكبير او بعض الجيل الكبير عاوزين جمال مبارك. الحاجه الثانيه حوار الطلاق اللي هو المفروض يبقى مقيد ده. طبعا كلنا فاكرين موقف شيخ الازهر زمان لما غايص عرض الفكره دي قبل كده، لما طلع الشيخ خالد الجندي والدكتور مظهر شاهين يدافعوا عنها. ايه، مفيش اسبوع بالظبط لو شيخ الازهر غض وقال ان الطلاق الشفوي يقع. طب انت موقفك دلوقتي فين؟ وبعدها رئيس الجمهوريه فتح حته تجديد الخطاب الديني. بصوا يا جماعه، اي سياسي بيجيب سيره الدين اعرف انه هدفه سياسي. صدام حسين الله يرحمه ويحسن اليه علق علم لا اله الا الله محمد رسول الله وقال علشان انا اخرج من الكويت الصهاينه يخرجوا من فلسطين. طبعا العالم العربي كله ايده ونسي ان هو تقريبا عامل زيهم. الحاجه الثانيه، جورج بوش لما قال لك دي حرب صليبيه وهو حاطط على كل الملل في العالم كله. أحوال خلط الدين بالسياسة ده مش صح. وحتى موضوع تجديد الخطاب الديني ده مفيش أي حاجة اتغيرت، كل حاجة زي ما هي بالظبط، هو بس بقى فيه كده شوية نشاط. لأن حوار تجديد الخطاب الديني قام، راح جاي الريس مظبط الجيش ومأمن الشرطة ومانع كل ده. الحاجة التالتة، إن موضوع مايا صبحي انتشر في الفترة الأخيرة بسبب ظهور عماد سعد الله ده، اللي لو خدتوا بالكوا شوية ولا محمد علي ولا معتز مطر ولا أي حد من اللي بقى جاب سيرته. يا جماعة صدقوني لو ركزتوا مع مجلس الشعب والحكومة زي ما بتركزوا مع الترندات والله الدنيا هتختلف. بصوا يا جماعة، أولا مايا صبحي ما كانتش مشهورة اصلا، هي ظهرت او اتشهرت بسبب موضوع الماسونية ده. الحاجة التانية انتوا سألتوا عليها، طيب ليه ما سألتوش على المذيع اللي كان معاها اصلا؟ ما هو لسه موجود. مايا صبحي ظهرت في كذا حلقة وفشلت فشل ذريع، لانها من الواضح كده ان هي كانت عايزة تمسك منصب هنا. بص اول حاجة قالتها، اللي فاكرين ان سيدنا ادم لم يكن هناك خلق قبله، هذا كلام خاطئ ومدلل عليه علميا، يعني بمليون دليل. فالبشر دينيا قولي أي تاخديلك لابسيني في الحيطه بعدين تقولي لي مش عايزه. لا 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 لا، هل تقدر تجيب لي عالم دين واحد او اي حديث او اي حاجه واحده تقول الكلام اللي هي بتقوله ده؟ الحاجه الثانيه قالت ان وكاله ناسا اكتشفت رقم غريب كده من المجرات. الكون المنظور حاليا دلوقتي من خلال مثلا اخر تقدير لناسا يزيد على 1000 مليون مليار مليار مجرة. البحث ده نازل على سبيس وده من اكبر المواقع المشهورة في مجال الفلك، اسم البحث هاو ميني جالاكسيز ار ذير، والتقدير ده في سنة 2012 مع ظهور مايا صبحي بالظبط. بيقول ان النطاق المقبول بين الخبراء من 100 ل 200 مليار مجرة. بصوا يا جماعة، اي حاجة اي حاجة سر قوتها في غموضها. الماسونية فضلت فترة طويلة جدا غامضة موجودة على الدارك ويب، بس بمجرد ما طلعت للسيرفس ويب وبدأت تطلع كل حاجة بدأت تبان على حقيقتها، زي مثلا القبة الحديدية او مثلا السجن الحصين. كلنا عارفين ان من ضمن اهداف الماسونية ان هي تخلي دول العالم الثالث زي ما هي، وقتلت علماء كتير جدا علشان ما يعملوش اي حاجة لمصر. طب عندك مثلا مثال الدكتور مجدي يعقوب، العملية بتتعمل هنا بمبلغ قليل جدا بالمقارنة ببره، ليه ما يقدروش يعملوا معاه حاجة؟ بصوا يا جماعة، اسهل حرب في الدنيا حرب العصابات. شوف كمية العمليات الارهابية اللي عملتها داعش مثلا وتنظيم القاعدة، هتلاقيهم ناجحين اكتر من الماسونية 100 مرة. ليه مثلا 30/6 لما اتعملت ليه الماسونية ما عرفتش تعمل معها اي حاجة
خصوصا من العالم كله كان غضبان عليها، اللي هيقول لي اختلت ملك او اختلت مش عارف ايه او اختلت ملكة، يا جماعة اسهل حرب في الدنيا حرب العصابات. الهكسوس كان عصابات، المغول عصابات، الكيان الصهيوني كان عصابات. هي يا جماعة من الاخر كانت عايزة تمسك منصب، بس في الوقت ده الرئيس كان عايز كل الكفاءات. خدوا بالكم ناس كتير قوي كانوا بيطبلوا له في الفترة دي، بالذات دكتور اشرف زكي مثلا ما كانش بيطبلوا نهائي ولا بيقول في حقه كلمة حلوة، ورجع تاني مسك نقابة المهن التمثيلية. وفي الوقت ده لو تفتكروا لما كنا مركزين مع الحكومة اتغير كمية وزراء كبيرة جدا وكمية مسؤولين كتير جدا. دي بضاعتي، الاختيار يرجع لكم. السلام عليكم.